متوسعين. دي نسبه منصوباله، دي نسبه منصوباله، دي نسبه منصوباله. معمول يا استاذ فخم، معمول زي ما عمل اللي قبله، زي ما عمل اللي قبله واللي قبله واللي قبله. وهو هو الشخص اللي موجود، وهو هم الناس اللي موجودين برضه، لان هم هم الناس اللي موجودين اللي مشوا اللي قبلهم واللي مشوا اللي قبلهم. انصار الحزب برضه ده من ابا لجد الاهل كلهم ناس فوق محترمة. مش عشان حاجه، مش عشان حاجه، دول ناس مش محتاجه حاجه. انت تشوفه من قبل ما يبقى وزير وهو بسم الله ما شاء الله مش محتاج اي حاجه، من قبل ما يبقى وزير عنده اراضي وعنده حاجته كلها، من قبل ما يبقى وزير ولا ما يبقى اي حاجه اصلا. شبعان اب جدا عن جدا، راجل محترم وذوق اصغر الكبير، وكل بيحبوا الصغير قبل الكبير. استاذ احنا بندور على دلوقتي ان شهاده حق، يعني شهاده حق حسب عليها قدام ربنا. اه والله الدكتور صلاح الان يعني دخل الوزارة وفتش على الحيتان اللي في الوزارة وأظهر فسادها، وبدأت الأمور من أسبوع أو عشر أيام اتكلم في التلفزيون وقال لك الفساد والوزارة فاسدة، وأنا وزير ريفي وأنا من أهل البلد وما أحتاجش حراسة، وأنا مكذب. الحراسة بتيجي بإيه؟ بيمشيها، يقول لك أنا من أهل البلد ومع دعين غوفة. اتفضل يا مستر خلص كلام. فالراجل اكتشف الفساد وأعلن، هو غلطه ان هو اعلن، ظهر الناس دبروا له المكيده. ايوه ايوه، بتوع شركه المطاحن، بتوع شركه المطاحن، بتوع دمياط، بتوع الفدادين اللي واخدينها ب 5 جنيه الايراد المدان او المد، والايراد كانوا واخدينه ب 2 جنيه. لما كشف الكلام ده كله قال لك صلاح هلال مرتشي بأي حق وزير أبني استقالته. وأنا بس أنا راجل مدان، أنا راجل فاسد. صوت يا جماعة. وأجي أقدم استقالتي وأنا عارف إن أنا هتحاكم عشان مش فاسد. قال له قدم استقالتك. قال له استقالتي أهي. محمد مصطفى ابن عم الدكتور صلاح. كل اللي أعرفه عن الموضوع إن دي مكيدة مدبرة للدكتور صلاح من الفاسدين الكبار اللي هو حاول يكشفهم. أنضف راجل على مستوى العالم. عمره ما مد ايده وعمره ما مد نفسه لحد. عاش 30 سنة يخدم في الحزب الوطني ايام الرئيس حسني مبارك. الوحيد اللي ما استفادش حاجة من الحزب، يمكن اعضاء الحزب كلهم استفادوا ما عدا هو، ما عملش لنفسه اي حاجة. ولما ربنا اكرمه ومسك وزير طبعا كانت حاجة مشرفة لينا كلنا، بس ما كملتش والحمد لله. على كل حال كنا بنتمنى ان هو يستمر، وكنا بنطمع ان هو هيمسك رئيس وزارة. واحد عادي كان في الحزب الوطني وطلع في البحوث، هو دكتور اصلا في البحوث زراعة، ومن البحوث اتنقل في الزراعة، مسك مكتب الوزير فترة وبعدين مسك الوزارة عادي زي ما هو. الدكتور صلاح هلال من ساعة ما كان حزب وطني لحيدة ما بقى وزير عادي هو الدكتور صلاح. ومع يوم الجمعة اللي فاتت دي نصلي معانا الجمعة وروحنا قعدنا زي كل جمعة بيجيها كالعادة، بيروح اللي الناس طبعا بتروح، اللي عنده مشكلة، اللي عايز حاجة محتاجة كده. ما اتكلمش مع حد فيكم خالص عن موضوع الفساد اللي كان ناوي يكشفه؟ هي على اللي قرناها على الفيسبوك ان هو هيطلع يوم النهارده يكشف عن قضيه الفساد. بصينا في التلفزيون لقينا بيقولوا ده اكبر على الاستقاله، السيسي اكبر على الاستقاله، ورئيس الوزراء قبل الاستقاله واتقبض عليه بالتحريم.